أسوان. طقس المتقلب مكفى يسيطر على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. تفاصيل كلها من بعد فقرة صورة وشمسية. موضوعنا لهالشهر هو الأزهار. بعتولنا صوركن على إنستغرام وفيتشر تي في أبليكيشن. ومن سورة سمير مننتقل على دول عربية لنشوف كيف عم بيكون طقسها. ومنبلش جولتنا بتونس 21 الرباط 24 درجة، الجزائر 21، القاهرة 25 درجة، بغداد 23، دمشق والقدس 19، عمان 16، المنامة 27، والختام على الكويت 31، الدوحة 33 درجة، أما الرياض عم تسجل 38 درجة. هلا بنرجع على لبنان. الساحل اللبناني عم تتراوح الحرارة فيه بين 12 و22 درجة، بالنسبة للرطوبة توصل أقصاها ل 80%. حرارة بالجبل عم تتراوح بين 6 و16، أما بالداخل 19 درجة. هلا بنروح على الخريطة اللبنانية لنبلش جولتنا. بعكار 20، طرابلس 21، القرس 7، الكورة 17 درجة، الهرمل 20، القاع 19، بعلبك 14، رية 17 درجة، منكفي على جبال 19، ميروبا 10 درجات، جونيا وبعبدا 22 درجة، بيروت كمان 22 وطقسة ماطر. منكفي على زحلة 19، شتورة كمان 19، عنجر ومشغرة 20 درجة، جزين 19، رشيا 18، مرج عيون 20، بنت جبال 19، والختام بيكون مع صيدا صور وقانا 21 درجة. بكره طقسنا متقلب بين غائم جزئيا الى غائم مع امطار متفرقه وحراره بتستقر على 22 درجه، اقصاها 14 ادناها. نهار الخميس بتنخفض لل 20، اما نهار الجمعه بترتفع درجه واحده لتسجل 21 درجه. الحراره بمنطقه الارز عم تتراوح بين 0 و7 درجات، وعندنا تساقط للثلوج على علو 1600 متر. لهون بتكون خلصت النشره الجويه. تصبحوا على الف خير.